أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا نتواصل معكم في الاستماع إلى التلاوة المخصصة لهذا اليوم ضمن الختمة المنوعة المجودة، والآن مع القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا ضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم
بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء فريضة ومتعون على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد ف
فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف
والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله.
قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا إن في ذلك
ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاء قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والعلم.
وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين. كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.